كل وحده فينا كتحلم بالنهار اللي غادا تكون فيه عروسه ومن صغرها وهي كتوجد ليه. انا مع صالون مريم سهلت عليكم الماموريه، الا بغيتي تطلعي غزاله فنه كتحمقي نهار عرسك بحال شي اميره، ما عليك غير اتصلي بيا في صالون مريم 05 43 43 43 18. خويا عييت بركه عليا. تبارك الله عليك اختي مريم، شو طلعتي غزاله تبارك الله. قل اعوذ برب الفلاق اخويا، ما تبقاش تقول لي هاد الهضره هذه، عرفتيني حلوه كتشد فيا العين. هانتي اختي هادي فنه زيد، هادي غزاله، هادي حتى هادي زوين صافي، هادي جات فنه عجبتني كثر صافي. عطيني الميل ديالك وانا نصيفطهم. واش دابا كتضحك عليا حتى اش من ايميل زاك؟ ووقض معايا واه، غادي تمشي تخرج لي تصاوري عز عليا نشدهم بين يديا. شوف هادو كاملين غتخرجهم، وهذه الكبيره هادي اللي وريت لك رجع رجع خنشوفها. ها لا هادي 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 غتكبرها لي، غادي نديرها في البيرو الفوق في الصالون. يكون خاطرك اختي مريم، عطيني 15 دقيقه نمشي نخرجهم ونجيبهم لي. يلا وما تعطلش عليا، راه رحيلك ولا ثقيله زاك. طلق راسك اخويا، يلا راه باغي نسد الصالون. نعم اخويا. اختي بغيتي غير نقص من شعري. لا اخويا ما كنقطعوش الرجاله. الله يرحم باك اختي، غدا عندي واحد لوندروتيه مهم. انا يلاه جديد في كازا دابا، يلاه سكنت وقلبت على الصالونات بالي غير ديالك. خويا سمعتينيش اش قلت لك؟ هذا صالون ديال العيالات، بانت لك شي تصويره ديال شي راجل معلقه هنا. ولكن اختي انا راه جارك زعما، راه الدار مقابله مع الصالون. خويا ما كنقطعوش الرجاله، واخا تكون جاري اش غندير لك؟ اختي عافاك، ما بغيتيش تنقصي لي من شعري، عطيني غير شامبو. راه قلبت في الحوانت كلشي ساهل. سبك احلم عاد لصق هاد خيمه. هكا خويا انا غنعتبرو صدقه سير، هكا شامبو. يلا خويا سير في حالك، رانا مزروبه. الله يحفظك. يعطيك الصحه. يلا غير قبل ما نمشي بغيت نقول لك واحد الحاجه، راه انت واقيلا ما عارفاهاش. نعم. راه انت اللي جيتي مع الكسوه. والله ديش حس براسو ديش كولني. يا والله الا عنده الحق جات معايا تكشفني اختي، كنحمق كنحمق. قل اعوذ برب الفلق. الو حبيب ديالي. لا انا في الصالون واحد ربع ساعه ان شاء الله ونخرج. بغيتيني؟ اه ضروري. واخا حبيبه ديالي نجي نشوفك. واخا حسن كنبغيك كنحماق عليك. شطو مبغاص حبيبه موح موح. يلا معني الهضره مع ما ندير بالصداع. ها يقول لي هذا واللون ديال فمي طبيعي. لا 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 وحيد من الطريق حيد. واي باش اش مابقاش يعرف يسوق. حبيبة توحشتك، ريحتك فنة. أوه يا حبيبة ديالي على السطريس في الطريق، ما نعاودش ليك. عرفتي بنادم غادي ويكلاكسوني غادي ويسب غادي ويغوت عم خرجيني اليوم الجاي وجو شايف. أما واحد ستاسيون ما نعاودش ليك، ما كاين عافين ما والاك لوحدك الطونوبيل. أما اللي بغيتي تخرج لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. القسم 15 دقيقة قبل ما تعيط لي كان عندي زاك تيصور لي داك الفيديو اللي كنت قلت لك غنلحو في اليوتيوب. صوبت راسي من داك الشهر ربعت وليت كنبان بحال العروسة والله العظيم. حبيبة ديالي اللي تفكرت عرسي أنا وياك، صورني كلكو فوطو ماشي تجبتو معايا ما فصاك منين بغيت نمشي نعطيك وحده ديرها في بيتك. اما واحد خينا ما عرفتو ملي خرج ليا من الجن حقه ما حقه قطع ليا شعري. زعما قلنا ودي هضره صالون ديال العيالات، قال لك نونو كحال عنو قطع ليا شعري ما فاكني معاه قرعه ديال الشامبوان. هضرت بزاف حبيبي وانت اللي معيط ليا بغيت تهضر معايا. توحشتك يا لعنين يا راه عمر حبيبي. يقول حبيبي مريم. واو شحال زوين هاد مريم اللي كتعيطي عامي عرفتي كنحمق عليك ملي كتقول مريم. شدنا عليك تعقني مصطي مريم. انا ما بقيتش قادر نستمر معاك، ما بقيتش قادر نكمل معاك. ما يمكنش نبقى انا كنكذب على راسي وكنكذب عليك وغادي معاك هكا. انا غنمشي في حالي. كتضحك معايا ياك؟ ما كنضحكش، ما بقيتش قادر نعيش معاك.
الحسن مع الشيطان غير يبان من ما تدويش في هادشي صافي. شوف شوف وقيلا انت مستريسي وبلي وبلي ما تهضروش في هادشي حتى من بعد. ما كاين لا ستريس لا والو، انا مابقيتش قادر نعيش معاك. علاش حبيبي شنو درت لك؟ علاش؟ إذا درت لك شي حاجة حبيبي ديري اسمح لي، راه راسك نبوس، راسك نبوس واسمح لي. مريم أنا مخلوق مابقيتش قادر نزيد نعيش معاك. واش أنت تضربتي معايا 5 سنين عاد كتقول عليا؟ أويلي وحدي؟ أنت فرشت معاك الدار، أنت بقيت كتسناك أنت تخدم، أنت بقيت مندمجو فيه وأنا عطاك وقت ونقول حبيبي هذاك راجلي، والآخرية تقول لي غنتفارق أنا وياك راه مغنتفارقوش. أقسم بالله العلي العظيم أنت معاك اللي غنولد ولاد، وأنا تنقولها لك واحد الهضرة حيدها من دماغك. أنا تنقول لك قسما بالله العلي العظيم ما تفرقني معاك على الموت، ما كيهمونيش الناس ما تدخلنيش فيهم، اللي بغى يسمع يسمع. على ود الطريقة التعامل ديالك وطريقة الكلام أنا غنمشي في حالتي. اسمح لي. مريم. مريم. عليها انا وياك ياك حسن والله لا بقات فيك. انا ما خليتها في قلبك تحرك من تسمش مريم، انا ما خليتها في قلبك تحرك من تسمش مريم. هكا تساليها معايا واخا وليد حسن واخا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. يا ربي تسمح لي يا ربي تخليها في قلبك تحرك حسن. لا علي 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 بزاف غتسمع بوت وغنحس بها. الله دوخة 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 دخت 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 Thank you.
سمعيني فيق يا اختي كتسمعيني؟ اش كاين شي واحد كيدير في راسو هاد الحاله؟ ها راه اختي مريم شي واحد كيدير في راسو هاد الحاله؟ مريم لا شريف راه غير سخفات انا جيت غير نعاونها. اي بضلع تقول روح شريف البوليس البوليس اي بضلع البوليس اي بضلع اي بضلع البوليس نو دير قلت لك البوليس اختي اختي اجي انت لهنا. انا شريف والله ما ديتش صافي صافي نبقى عندك ما تشرح ليا عندك الزهر السيده فقط واكدت لينا الكلام اللي قلتي سينو كنت غادي تمشي فيها مزيان دابا غنمشي ها يمكن لك تمشي شكون جيت حبس الساعه هذه 10 باش ترجعني للدار واخا تعطلش عليا لا ما غنتعطلش عليك شنو نقول لك طون سي في تري انتريسون ولكن راك جيتي دو زون غوتار في هذه الحاله هذه وسو بريس بوك راه سي با سيريو عارف راه عاودت لك شنو عندي ما دير خير ميطرا باس امسيو علي ولكن حتي راه البيت ديال لابيب راه لا بونكتواليتي تري امبورطون عندنا والله تعارف شي هادشي اللي جاي لابس انا دليل على انه تكون الشتاء الرعد اللي بغى يكون نجي والله الا من الكوميساريه لهنا شنو نقول لك انا تصبح شت ما جيتيش كان عندي سي في تري انتريسون تا هو اون سيني افيك لوي بور لو بوست ديال ديكور ارتستيك ولكن الفرصه ديال حياتي مسيو عليها درا ما غاديش نضيعها علاش تي اونكور جون تو لافيغ دو فون توا بوست ديال ديكور ارتستيك اولي ولكن عندي سون اسيستون من غدا في الصباح تبدا مخي مسيو علي انا الكومبيتونس عندي ديال الشيف دي بارتومون ماشي ديال اسيستون سي تو سكو جو بو بروبوزي سي ابروندو ا ليسي اودي علاش مال الاسيستون حتى هي مزيانه فوالا شكرا مسيو علي توفيق وصافي يلا ودي الله يعاونك مسيو علي واحد طلب اللي كان ممكن بغيت واحد الافونس الفريه نخلص الطاكسي راه معقول لا سلام اش كاين انا اللي كنت جيت عندك للصالون كنت خديت من عندك شامبوان ورجعت باش ناخذ واحد اخر وبان لي الصالون سيمانه هو ساد وشغلك اخويا صالوني هذاك نسدو سيمانه نسدو شهر امر كيخصني انا ما عرفتينيش انا جارك اللي ساكن انت اخويا ما نعرفك انا ما بغيتش اصلا اساسا ما بغيتش انا نعرفك انا جارك اللي ساكن قدامك باش طليت عليك داك النهار كنتي دايره الدريا والله العلي ما يحشم اخويا انت مالك كتدخل في الشبوكات اللي ما كتعنيكش بغيت عنعن فهم انت مالك واش سوقك انا خويا جدك تعتقني ولكن كنتي غتموت يا اختي واش شغلك اخويا انا بغيت نموت انا طلعت لي الدنيا هنا في راسي بغيت نموت انت اش لك هادي هي شكرا ديالك انا شديت في كوميساريه خرجت على خدمتي ملي جيت اعتقتك ودابا كدوري فيا انت خويا انا علاش غادي نقول لك شكرا راك انت اللي خرجتي عليا انت مالك كتدخل في الحوايج اللي ما كتعنيكش شفت الباب ديال داري هرستيه شنو خويا دابا ندير انا يا خاميه ونقول لي من اللي بغى يجي مرحبا به بغيت نعرف واش انت مسطيه كنتي غتموتي كنقول لك وكتفكري في الباب اسمع كنقول لك واحد الكلمه ودخل دماغك مزيان الباب ديال الدار انت اللي غتصوبو والطاقه غتخلصها من جيبك على حسابك من فلوسك واخا غير بشويه عليك غتسخفي وانت ما تعصبنيش ما تعصبنيش ما تقولي خذ
وا 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 بلاصه ما تدوج معي دارك اختي تنسي الدنيا بحال هكا مسكينه مسكينه ما عندهاش الدراري اش غدير باش نشوفوا هاد الباب تكوني نعسي مزيان اش هاد الحاله درتي لي في داري ما محتاجش تكرهيني نهائيا هادشي درتو افيك كرون بليزير واش طبق حلاد واش انت بغيت تعصبني جاوبني على قد السؤال شكون اخويا قال لك خمل لي داري او مالك عصبيه غيكونوا قالوا لك ما فيهاش شكون اللي قال لك عصبيه انا ما عصبياش انا ما عصبياش وانا ما كنغوتش اخويا ما عصبياش ياك لا وكولي شنو هي كولي داكشي اللي بقى ليا انا ناكل ماكله زوافريه دوكي وردي عليا ما عندك ما تخسري ابدا ما تحلمش وداك النهار انني انا في يوم من الايام ناكل ماكلتك انت ايوا داكشي اللي بقى صافي ماكله هي محلوله واش داك خويا كتحسب ليا في الضغامي من نقص من الطاجين ديالك هزو سير في حالاتك ياك تا سيري شي معاه عاد نهزو وبناقص بصحتك لالا الا ما قدكش هاد الطاجين نوض نوجد لك واحد اخر هنا سوارت صوتي الباب هو قولي ليا عايشه بوحدك هنا لا ساكنه وانا ربعه الناس اش مالك ساكنه بوحدي راه باينه والديك والدي ماتوا ملي كان في عمري 8 سنين ورباني عمي ملي كبرت عطاني الورد ديالي شريت بها الدويره هادي وكريت الصالون اللي لتحت وانا اللي عمرته اسمحي لي فكرتك في والديك لا ما فكرتينيش اصلا انا عمري ما نسيت ممكن شي واحد كينسى والديه لا ايوا انت قلتيها ما عليناش طاجين كيبغي شي حاجه حلوه عندك في الثلاجه شي حاجه حلوه السلام عليكم السلام عليكم شد لافهم هذا ديال البنو العفاف انا بغيت نفهم انا كيفاش دابا مسحت تغتموت على شي حاجه حلوه ودابا كتاكل ببوش انت زعما بدلت رايي بغيت ناكل ببوش سمك شكرا سيدي شكرا بحال الله العلي العظيم هما الرجاله راه هكذا يا بنو كتكونوا غاديين في واحد الطريق صحه سلام تا كتقلبوا ستي تسعود ما فهمتش انا الحاجه كتكونوا غتموتوا عليها تا كتشدوها بين يديكم دغيا كتعدفوها كتجيوني شويه بسيكوبات لا ما فهمتش انا فين عندك دابا انتي المشكل انا بغيت ناخذ بوش ولا ملوخيه مريم مالك ماليش مالك شنو بغيتي علاش كتسعي هاد السهيات اللي كديرها راه قادر يجيك الاكتئاب والله خوي عليا قلبك انا عاود ليا شنو كاين نقدر نعاونك انا مابقيت كنشكي على حد نهار كتوصل ليا العظم كتوصل ليا لهنا كنجي نخوي على البحر تقاود معاه كان خوي قلبي يمشي في حالتي مرتاح نشكي على حد نشكي على حد
عمي واحد دقيقة أنا راجع على الموتور حداك. صافي خذ راحتك. أجي معايا. فين غنمشي؟ أجي. فين غنمشي؟ ربيطة. الضحكة ديالك زوينة، علاش ما كتضحكيش ديما؟ علاش؟ على حسب الجو. رضا بغيت نقول لك واحد الحاجة، أول حاجة بغيت نقول لك شكرا، شكرا لأنك عتقتيني وما خليتينيش ندير معصية مع سيدي ربي الله يسمح لي، وتاني حاجة أنك عاودتيني باش نخوي شي حاجة كانت ضراني في قلبي. بخير دابا خويتي. بصراحة ماشي كل شيء. شوف كينا غيرنا وياك. الحمد لله ضحكتيني. حسيت بحال كليت شي حاجه فوق طاقتي وبقات واقفه ليا هنا، خصني شي حاجه باش نهضمها. دابا مزيان تلبك واحد طيبه. ما تقولش ليا لا لا، تربي يا طبيره في الموتور. يلا اختي خويا رضا، تصبح على خير. شكرا بزاف. صافي غير سير. صافي سير انت، تمشي وانا نمشي ندير الموتور الكراج. واخا يلا، صباح على خير. شكرا شكرا.
نو عباد الله عباد الله ما يمكنش عباد الله شعلا صباح كيدير يا ربي السلامة تا شريف سي مام جي جي لا جي تا شهد الحالة الله 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 شكون دار لك هادشي شكون دار لي هادشي وانت اللي فيك كنتي كنت فايق لي الكابل وانا فايق كنتي ناعس قالك فايق فايق راه الطوموبيلات كلهم مزيانين ومال الطوموبيلات كلهم مصاينين الا الطوموبيله ديالي واش شكون دار لك راه شي حسيفه هادي دايره عليك سير الله يعاوننا عاود سير حسيفه حسيفه هي اللي صبحت فيها هي انا دابا مريمو عرفتي احسن حاجه درتي في حياتك هي رجعتي حليتي الصالون شتينا كنت واخا نبقى مشوميه حدا المهم في الدار ما مشيتش نخدم مع شي وحده اخرى ابدا ولفتك وابا زي اختي الله يعطينا وجهك تشكون بوسخط الوالدين اللي غترضى تخدمك اصلا على خدمتك الزينه كنطاك معايا بحال اختي حما يبقى وابا زي اختي كتاكلي وتنكري ماشي انا لا بروفيسيونيل عندك هنايا في ليميش كون خدم الكليرات اوت ستاندينغ وابا سديها في خدمتك وسكتي شحال ولات فيك ديال الهضره كما قلت لي حقا لاش كنتي تسد الصالون كيما كثرت فيك الهضره وليتي كتدخلي في شبقات اللي ما كتعنيكش كان عندي شي ما نقضي قضيتي يا زيدي معها هادي يا في خدمتك شويه سيري سيري جاوبي التليفون يلا اختي سمحي لي واشتي ولو داخله معاك الخدامه في جنابك دابا كون كان شي وحده بروفيسيونيل كره تلقاي خدامه تدق وسكت كاع ما كتهضر لكن هي دور طرطاره مريم مريم خمسه خمسه ديال الكليانات اللي غادي يجوا عندنا غدا ان شاء الله قالك جوج غادي يصايبوا لي ميش وحده غادي تصايب الفابور لوجهها حيت فيها شي حبوب الله يستر ما شكات وشي وحده غادي تصبغ في راسها وانا اللي غادي اجي فين البرودوي باش غنصايب لهم انا غدا تلقى الوقت وغادي نمشي نجيبه بصحتك حبيبه ديالي ديال خدمتك انت يا رب طرات فيك الهضره خسي عم خيال الله بصحتك سلامه الهام انا غدا نخرج نتقدى البرودويات غدا الصباح النبول انا كنقول لك ما تعطليش اه سيري توما من الطوموبيلات ما كتحسوش بينا حنا اللي كنبقاو نتشعطوا فيهم ياك اختي واخا اختي مريم مريم تليفون كاختي نسيتي ولا ولا بالك تغنسى مهم شوف شوف شكون جاي شكون عمر الشريف شوف انا خدمتي معنا هاد خينا اللي كيطلبط لينا هنا حدا المحل يبقى قطع الدريات على القسط سيري في حالتك غير خدمتك كثرت فيك الهضره عندي واحد الزهر كنت عطلت شويه حتى نلقاك مشيتي ايوا ياك لاباس اخبار الخير انا خرجت من الخدمه شويه بكري وما كنعرف حتى واحد انا راك عارف انا بوحدي هنا في كازا وقلت نجي عندك نضربوا شي دويره نضرب دويره في كازا ساهل اخي حبيبي شي ربتي طاكسي ضربك في دويره كازا كامله تعلمونك انا ما عنديش الوقت عندي شي ما نقدر خصني نمشي نتقدى السلعه للمحل ماشي معاك يلا نسيت ما حبس فيك بلاتي بلاتي شوية خفني شكرا مرحبا هيك شتاك خرجتي باش تغدي للصالون وليتي كتاخذي الصبر ديالها والصباب كنموت على الصباب والصي كان في الملك وطالع لي الدم كنديبري ما كنخرج نتغدى صحتك يا بنتي صح كسوا واحد والله ما تاخذيش غير نكلو عنشو اسمح انت كتقدي ما عييتيش انا راه عييت اش من تقضيه دابا شو الشريط تحت حتى انت تتقضي حيت مع الزوال وداكشي علاش انا راه فيا الجوع اختي وصافي صافي غير حنا شويه وغادي نتغداو بالله نمشيو ناكلو نمشي عنشوف على هذا المحل في الطريق ونزيدو نتغداو الله يعطيك الصحه يا سيدي
عييت. شنو غتاكلي؟ شدت لي الشهية، ولكن أي حاجة خديتيها ناخذها. يلاه سير أسيدي. بيتزا مزيانة؟ مزيانة. أوني فا بيبي؟ يلا. شربي؟ أي حاجة، أي حاجة. عتي رضا دير الكوموند، ثاني جايه نمشي نجيب شي حاجه من الطوموبيل. كوموندي كوموندي. داك الحلاقه انت وياها. واخا بليتي، واخا الحسن، دابا نوريك. بيتزا ونادا وجو دورانج سي بون خويا. شكرا خويا، في بليزير. عليكم السلام. عفا خويا، واحد الطوموبيله بيضاء دخلت معاها هذا الكراج هذا، واقيلا كاينه هنا ولا ساكنه هنا. ديالتم شكون انت اللي كتسول على الطوموبيل ديال السنان؟ ومالك انت خويا، شغلك اللي كتسولني؟ ويلي انا غارديان هنايا. ايوا متشرفين سيدي، قابل الطوموبيل هنا هابطه. راني خالصين، باغي نمشي بحالات. صافي خويا سير وخلاتهم. ويلي tu as de la chance que tu n'y aies là après. Parce que normalement c'est pas rendez-vous les grâces, c'est parce que je n'ai pas de passion. Merci beaucoup, Dr. Allah. Dis-moi, quel est le problème que tu as? Le problème que tu as, docteur, c'est que les dents me disent que je ne sais pas si je suis en train de se faire ou en train de se faire. Le plus important est que je ne me laisse pas. Je vais te voir. Tu es اللي مزيان باش نشوف. واش الفوق ولا لتحت؟ درست العقل. هنا ما كتحسيش بالصداع. حقيقة سنينات كلهم نقيين، ما عرفتش هاد لي دولوغ منين كيجيو. ما عرفتش من كيجيني الصداع، وقيلا قلت انا، وقيلا كاع الحمد سنان. دكتوره راه كيقولوا ما مزيانش تحيدي الختم ديال الزواج وانت باقا عروسه، راه واعر فيها الخيب. كيقولوا انا جداوتنا والله اعلم معرسه بعدا. انا ما كنامنش بداك الشيء، ولكن مخطوبه والعرس بور بيانتو ان شاء الله. الا احتاجتينا دكتوره مرحبا بك على راس العين. انا كندير كوفوره وكندير تنكافس وكندير لوكاليزاسيون ديال العراسات، الا احتاجتيني الف مرحبا شرفيني. دونك سي بون شوز، والله العظيم لقيتيني انا كنقلب من شحال هذه على شي وحده اللي تعاوني في العرس. مرحبا دكتوره على الراس والعين، شرف كبير ليا ما تعرفيش قداش. بارك الله فيك. لا يخطيك يا دكتوره. ودابا بلاتي نخدم ليك حلي. حسن في الحقيقه غادي يفرح. ياك ما قصتك، باردون واقيلا قصتك حيت تحركتي. ولكن شوفي غادي نعطيك دونتيفريس اللي تغسلي به هاد الايام، وإلا ما وليتيش لاباس رجعي عندي هاد لا سيمين. واخا دكتوره، واخا شكرا بزاف، بارك الله فيك. لا لا يخطيك. افيك كون بليزير. شكرا بزاف. هيا دكتور كارت فيزيت ديالي، عيطي لي وقت ما بغيتي وانا على الراس والعين. جو باسخي دوما. مرحبا. الله يا ودي على الراس والعين، مرحبا بك في اي وقت. لا لا اختك، دونك نعيط لك غدا ان شاء الله. ان شاء الله دكتوره، شكرا بزاف، نهارك مبروك. شكرا. باي باي. الاطار تزوجتو نهار كانت ليكم تزوجنا حتى حنا. وي هي هي جي من ورا تعاودي مطرختي. هادي تعاودي نزيد. ايوا على سلامتك لالا، بلوكيتيني ومشيتي. كيفاش بلوكيتك اخويا؟ ها خمسة دقائق على الطبيب وهو. هادي راه ساعتين وانا تنتسناك. ودابا مالك كتغوت عليا الزنقة ديال باك؟ لا الزنقة ديالك انت؟ واه باز.
ما عرفتش شكون اللي عطاك هاد البيرمي هذا. سير هذا اللي عطاك البيرمي راه خاصو يتحاكم. لا حول ولا قوة. شوف راه دايزه دايزه تقلب على الزيت دايزه دايزه سيب 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 قلب لك في من تلصق. والله الا مريضه مع راسها تبقى حتى اللي مريض. والله الا مريضه قابلني انا راه غتصور مني نبك. الا مريم الا عتقتيني ما كنتش عارفه شنو غادي ندير في العرس. وحسن مزروب به شي شويه كيما عرفتي انا كنت عايشه في فرنسا حياتي كامله ما عارفاش في لي تراديسيون المغرب في العراسات كيفاش كيدوز. حبيبه ديالي شوفي حسبيني اختك اللي عندك في المغرب ما تهزي الهم حتى شي حاجه ويلي وحدي والله الا حشومه عليك. سيدي حسن راه مرضي الوالدين راقاه بربي بالدجاج بكمونه. ولا الدجاج بكمونه علاش اختي ما تقوليش شي ضلعه نيت مسرحه هكا في الفران ضلعه حدا ضلعه حدا ضلعه هكا اللوز مهرمش والبرقوق اللي دام. لا لا في الحقيقه انا ماشي غير ما ندوش مع هادشي وما كيهموش الصراحه حنايا اونسيم بوك ولكن خايفه من حاجه وحده هي صفامي خفتهم لي يضحكوا عليا ولا ما نعجبهمش. ملي الضحك راه فيهم اويلي عرفتي كلامك كيقتلني بالضحك ويلي على ما يعجبهمش الحال ولا يضحكوا عليك. شوفي الا كان على عائله سيدي حسن انا نطبع لك عليهم ان شاء الله غادي يهزوك فوق العماريه قبل الوقت ان شاء الله. العرس ديالك انا اللي غادي نقومو لك صافي. دابا واحد دوزهم اللي وليت كنشد هادشي ديال العراسه طرا ما نعاودش كان نفاد علينا. نفاد علينا فين شي نفاد علينا لا هي كانت باغا تقول لك هادي خمس سنين وحنا كنديرو هادشي ديال العراسات راه عندنا تما الشباكي والتكاش تقول شي عندنا في الديبو. تبارك الله تبارك الله. وصل عندك التليفون كذا. الو انا عندك السيده اللي قلت لك كدير لوغانيزاسيون دي مارياج ماشي دابا وا داكور اون ليس بور توت ا لور سي تو فو سا مارش ان شاء الله مربه. بيزو بيبي ا توت باي باي. شي رونديفو غرامي هذا الحبان ياك سيدي حسن ناري اختي عليه. صراحه ماشي شي رونديفو رونديفو غير كافي فروج نوار. ويلي وهاد كافي هادي غادي تشوفي فيها الحبيب ديالك جاتك انت ساهله ولا راه كنحس بك واحد الهبيله. ويلي راه خصك تمشي على سين كيت 10 هكا تشعلي الشعله تعيطيها ليليا عين غتمشي ليها هكا صفرا. راه قلت لك مرضيه الوالدين اللي جالسه حداك راه احسن وحده كدير الماكياج هنا في الدريبه. ويلي كتخرجي مع الزنقه في انا ويلي انا راه شاده الدبلوم فهادشي ديال الماكياج وكندير حتى داك الزواق من الفوق والبرندق والزقه اللي كتولف فينا. شتي هاد الخوينزه عندي عرفتي راه كتقتلني غير بالتواضع. والله ما تساليني حلوف ما كنخليها تحطي لي هادوك الغزالين الا في الناس العزازين على قلبي. شوفي انت تبارك الله وصل عندي بحروف كبار الا جات هي تابويي لك الماكياج غادي تبان. اش نقول لك راه كتطي صافي. دابا غادي تزيدي لها عكير فهمتيني دير لها شي عكير اللي يبين ليها وجهها. والله ما تخرجي هكا ويلي على هبيله. واش ترخيصه علينا اختي؟ ما يعجبش حسن. ويلي راه غيعجبو غيحماق عليه. سيري سيري انا اللي كنعرف الرجال اش كيبغيو الله يقطع عليهم الجدر. الو عبد الحق خويا اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صحيحه لاباس؟ غادي نصيفط لك واحد الميساج في الواتساب مع واحد التصويره. قرا ورد عليا الخبار. واحد السيده عندي بها الغراض. وخليك معايا على القرص. بسلامة خويا بسلامة. يلا بسلامة. شوفي فيا تبارك الله وصل عندي عليك غزالة. واش تي دابا هذا عكر بين لك شنايفك؟ واش صاحبك عكر دابا راه هو اللي كيبين الشنايف كيأتيري فهمتيني؟ غزالة جيتي كتحمقي. أنا كنقول لك بصح صافي جيت زوينة وجيتي فنة وما تقوليش لي اللون. اللون ديما معمرك هربنتي من اللون المفتوحين ديما ديري المغلوق. شوف بانو فمك بان فمك مقرب شي شوية فهمتيني حيت انتيا. يلا نوضي نوضي باش ما تعطيش الرجال ما كيبغوش العيلة تتعطلوا. شكرا البنات بزاف. الدنيا هانية خواتاتك هنا حبيبتي. ويلي خواتاتك حبيبتي لا يخطينا على بعضياتنا. جات ف وهاد النوبة بقيت مزيانة راه نفهمك. الله 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 الكليان الحلوين الزوينين. انا مرحبا انا عاود ثاني جبت لك شي حاجه غزاله بحال اللي كدي عندي. لا اسمح لي الله يخليك اسمح لي. هذا كدي عندي هذا شوف شو هاد الرويح هاد الله يهديك صاحبي. او سافا با نو
سي كوا سا مسحي شو هالطريقة كتهضر معايا بيها؟ اش من طريقة مسحي الماكياج اللي دايرة؟ يا يتفرقوا يا يتفرقوا يا 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 مسطي دابا عاد داز من هنا ان فوندور دو بارفان داز بان لي فيا البلان دخل لها عندي قال لي تشري من عندي الريحه موالف تشري من عندي الريحه واحد الوقيته غفلني خويا عليا قرعه ديال الريحه سي تو سي سا ليستواغ ان فوندور دو بارفان حنان الله يهديك واش دابا حنا قربنا نتزوجو وانت مازال اللي كدوي ليا فهادشي بحال ولينا دابا دراري صغار حنا ولا بيتفهم يا ربي يا شحال من طفاش ايوا علاش كتعيب لي في ماكياج سي با كنعيبك في الماكياج ديالك سي جوست اون غومارك بارابور لو روج ا ليفغ ديالك اللي دايره تو لاكسونتي ان بو مي فينالمون كرو موا والله الا سا تو فا بيان او جيم بيان سا فا سينا كومون سا ايتي تا جورني سا فا علاش شديتي الفيتا علاش شديتي الفيتا راكي عارفه انا عندي شويه ديال الستريس وصافي انت عارفه بلي انا كنضايق انت ما تبقاش تقلقني سي لا ديرنيغ فوا تبغي شحال لا لا والله ما فيا توحشت انت كي جيت غيز لك شغل ولا ما غيزتوش تبعت مني ولا حق صديدي ربي ثاني اللي غنغيز لك صديدي اجي اخويا مزيان ملي جيتي عندي جوج ديال الكلمات بغيتك تدخلهم من دماغك مزيان شتك كثرتي عليا من خطابي عطيو دق 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 ما عرفتش بانني عايشه بوحدي بانني زوفريه شنو كتقلب لي على الفضيحه مع الجيران قولي السلام بعدا مالك تا الفيتا ما عمرتش شتك لابسه جلابه غادا شي بلاصه تا وليتي كتدخل في شبوقتني ما كتعنيكش ياك دابا انا وليت كندخل في شبوقات كاع ما كيعنيوني ملي خليتيني في الريستو ما قلتيش نعيط لذاك السيد نقول ليه اسمح ليا ولا راه مقلق ولا ما مقلقش ولا ما سوقكش انت ياك اخويا هادشي اللي مقلقك وشادو في قلبك سيمانه او سيدي اسمح ليا صافي بقيتي على خاطرك بردتي وسير بحالاتك هاد الانانيه انت واعره الناس الاخرين ما كيهموك شوف نقول لك واحد الحاجه وعقلي عليها مزيان كيجي واحد النهار تلقى راسك بوحدك ياك اخويا شكرا انا انانيه وبغيت نبقى بوحدي وعاجبني الحال وانت مالك سير بحالاتك هو غادي يلا باخ ايوا سير اش كتسنى نجي لك الدقيقيه وي مريم سافا ما شيغي الحمد لله يسول فيك الخير سافا الحمد لله تو سي اختي كنت غادي نسال انيفرسير ديال حسن لو 25 لا 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 انا زعما جي بونسي جوست ان بيتي كادو زعما في ان ريستو اويلي على الريستو واش انت هبلتي الفرصه كتجي حتى لعندك وكتضيعيها من بين يديك شوفي هذه هي الفجيوه هذه فين تبيني ليه بانك حادقه وطيبي لي شي حاجه ماشي هو من يديك صح ولكن انا ما كنعرف نطيب ما كتعرفيش طيبي ايوا عرفتي شي هاد القضيه هذه ضربيها حبيبه ديالي على حسابي وما تهزيش الهم حدي حيه ما عمرك تخميت شي حاجه شوفي غادي تعيط لسيدي حسن ياك ايه وغادي تقولي لي شوف حبيبه نتلاقاو انا وياك في الدار عندك ولكن ما تبينيش لي بانك دايره ليه انتيا شي سوربريز فوالا كوني عاديه وداك الشيء الاخر حبيبه ديالي كله ضربي على حسابي بصح نعول عليك كنواعدك الحبيبه ديالي انتي وسيدي حسن غدوزوا اسعد عيد ميلاد في حياتكم الله يخطيك عليا مريم ميرسي حبيبه يلا on se rappelle tout à l'heure. Bye bye. اسمح لي. Ça va pas, non? عباد الله ما يمكنش عاوتاني
درتي وتلهم طاتي هادشي كله با حسن ما غتخليه لا تمتع فيه بوحدها والله لا كانت لك ولا ليها يا رب نونوسي شريتو بالعشق العاشوره والله لا كانت ليها واخا با حسن دابا نوريك لا انت ولا هي معاك صاحبي انا راك كبرت هنا وانت مازال كتعوج في يدك رويضه وحده مازال ما بدلتيهاش صاحبي واجي دير خدمتي اسمح لي اكمل خدمتك اخويا اسمح لي اسمح لي شوف اخويا لو بغيتي شي حاجه متقونة حنا كنديروها بغيتي شي حاجه اخرى سير عيط على شي حد اخر دير بحال عمرني دويت معاك كمل خدمتك الله يرحم والديك ايوا ما تدويش معايا دوكي تنتي من داكشي اللي كنحس بيه الو خويا امدرا قديتي الغراض واخا شكرا شوف بقى في بلاصتك تسناني نكمل لك خلاصك وما شتيني ما شتك يلا بسلامه خويا تقزطك اش خبارك لبس عليك شنو باغا اختي شنو مالك تقولي هاد الهضره توحشتك كيفاش توحشتيني البارح جريتي عليا ودابا كتضحكي بحال الهانيه وصافي ما يكونش قلبك قاصح ما يكونش قلبك كحل يلا انا عرض عليك اي ريستورا اختاريتيها نتعشاو فيها انا وياك بغيت نعرف انا واحد الحاجه وصحابك انا هبيل تجي تدوي معايا وقت ما بغيتي انت وي اللي وصافي لسا البارح حنا دابا في اليوم حيت ديك تاكل ببوش عرفك لا ما غنتعشى ما غناكل ببوش وتا انا ما غندوي معاك حتى يقولها لي راسي ياك كنقول
لك سمعت معك بنت في الدار. اقسم لك بالله حنان سيتي با مو ماشي انا والله قسم. بارتي انا ما عرفتش شنو وقع. كيف ما قلت لك نزلت لقيت الطوموبيل الرويد ديالها مفشوشين قلبت على البورطابل لقيته مشفور. هذا بورطابلي انا يلا شريته فوالا لا بروف. دونك دابا انا اللي كنكذب ياك. عيطت لك في التليفون ما كتجاوبش. بغيت نحل بالساروس باب الدار سقطت بصدى من الداخل. دونك شي واحد كاين في الدار. ما عرفتش شنو غنقول لك حنان باش تيقيني. ما عرفتش ملي باش انت شكون غادي يكون من غيرك. بتات خدريس ولا عبد الله دو صحابي كنت درت الدوبل ديال الكلي وعطيتهم ليهم. بتات عبد الله انا شك في عبد الله يقدر يكون جا سا سي دو ما فوت. ما بدلتش اللوبه ديال الباب اون بليس دو سا صوت اللي قلتي ليا. انت عارفه بلي انا دي فوا تنخلي التلفزيون شاعل في الدار وكنخرج. انا ما بقيتش فاهم شنو غنقول لك والله القسم ما بقيت فاهم والو في هادشي. ملي انت ما فاهم والو انا شكون غادي يفهمني. ما بقيتش باغي نضيع معاك وقتي. حنان سيتو بلي انا مزوق فيك الله يرحم باك. ما يكونش قلبك قاصح عليا حتى لهالدرجه. عجبك الحال دابا عباد الله تتبركك فينا وانا خدام كنرغب فيك هكا. ما استاهلش. بالعكس تستاهلي كل خير. تستاهلي نوقف ونديكلاري دوفون تو الموند كو انا ما نقدرش نتخلى عليك وما نقدرش نعيش بلا بيك. جو لو في جو لو بروف دابا. قلت برك نمشوها قدام الناس. ما يمكنش نعيش بلا بيك يا حنان. ديري هادي في راسك. خفت نسيقك وتكون كتسفل عليا في الاخر حسن. خصك تثقي بيا حنان. نار ما يمكنش نتخيل شي مرة في حياتي من غيرك انت. راه ما عمرك ما غادي تلقاي شي راجل يبغيك كيف كان بغيك انا في الدنيا هادي. جامي. حبيبتي شخبارك؟ لاباس عليك كلشي بخير؟ صافا بصح دريتور ولا شبتي دريتور؟ إلا عرس ياك إوا نهار كبير هذا أحسن ما سمعنا. واخا واخا حبيبتي مزيان صافي واخا هي اللي بغيتي صافي. يلا حبيبتي بسلامة. يلا ما نطولش عليك. بسلامة بسلامة. ويلي على رجعت لي وكتوجد العرس واش خيتي هادي معده نفس الشيء لاصقه بحال اللي علقه. اوه تخططني. زيدي على شويه عاود انتي واش مصلتك عليا شي واحد؟ تا هو ديال داك النهار تا واش فين من تلفت لقيت في جنابي ولا باه؟ واه زيدي وانت نام دائما تتبلوكي عباد الله. سير 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 من بلوكياك طيب الطوموبيله راه دايزه راك في هذاك اللي عطاك دير مين راه خاصو يتحل. سير على خاصك على من تعصر عصر على نص نص قهوه. مصيبك احلى بعاد خينا هذا مصيبك احلى هذا وقيلا محرشينو عليا. عرفتي يا مريم يا اختي هادشي كامل زوين حرت كنت عارفه ان كولوغ نختار واخا زعما انا كنت باغا شي حاجه فيها لي كولوغ. ولي على الالوان واش تصطيتي منا دايره الليله راه عرس هذا. سمعيني انا نقول لك انا بالي خليك في الخضر مع الضوغي هكا مخزاني من خوي كلاصه صاحبتي اللي شافو غيعمر لي العين. بقى لي غير لي زاكسيسوار. اختاري واش هادو المربعين ولا هادو المدورين انا عجبوني هادو اللي فيهم الحشر. انتي اختاري فيهم. هادي بنت لي زوينه ما كرهتش كون نديروهم للبنات ندير لهم فيهم الحنه ولا الورد ونعطيهم ليهم دي سوفنير. واش تهبلتي ولا مالك؟ عرفتي هادي شحال خاصنا منها؟ هادي الا فاتت 5 6 7 ماكسيموم غتولي بساله. ما نزربوش نمشيو نشوفو ما عرفتي نلقاو شي حاجه ما احسن. انت حبيبه عرفتي لادريس اكزاكت فيت صافا؟ اهلا اهلا سيدي حسن عاش من شافك سبحان الله الدنيا صغيره. مريم شنو كديري هنا؟ كتعرفوا بعضياتكم؟ الله يا ودي حنان اختي عز المعرفه. ومنين؟ قولي قولي سيدي حسن مي كنعرفك وتعرفني قولي. مريم كنعرفها كان عندها واحد صالون سي صح. تبارك الله عليك والله الا باقي عاقل. داك عندك حتى صالون ديال الرجال؟ لا هذا اللي دابا عندي ديال العيالات شحال هذه كان ديال الرجال. بيني وبينك الرجال ما صدقوش وانا نقلبو ديال العيالات نشط مع راساتي العيالات فروجيات. دونك انت كنتي كليان عندها؟ الله يعاودك كليان ديال 5 سنين ما نعاودش ليك. الله يعمرها دار خيطي بيطي يوميا للصالون كلشي كان كيعرف سيدي حسن كيقصد داك الصالون. واحد النهار يا اختي ما بينا ما علينا بات من الصباح قلت انا واقيلا راه لقى شي صالون محسن باش بدلنا.
ما يمكنش سالون دو كوافير والبروفيسيوناليزم ديال مريم ما كاينش بحالو. الله يخليك حبيبتي، هذا الكلام كيقولوا غير بنات الناس، اما الرجال لو سمحي لي على هذه الكلمه سمح لي ستي حسن، واخا انت راجل كلهم يا اختي كيتشابهوا، كلهم كيلمشاشي ياكلوا وينكروا. ونزيدك حاجه واحده اخرى، هي اللي شادنا لورغانيزاسيون دو مارياج ديالنا. سي با فري؟ وي Oui, oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de temps. Je vais te faire un petit peu de جيمي فيزيت ان رونديفو تري تري امبورطون. عافاك مريم ما جبنوش لا لو تقولي ما تهزيش ليها ما غاديش الطاكسي. حسن عافاك انت شوف مع لافور دو سوري داكشي اللي اختارينا وقول لي شنو بان لك. داكور صافي يلا تو تالوغ باي باي. لا ما سيتي حسن شنو بغيتي؟ معايا كدوي؟ ما توالو خويا سبحان الله العظيم، انت اللي جاي تابعني، انت اللي شنو بغيتي؟ واش دابا كتفلاي عليا؟ راه ما باقيش مرة أخرى نشوفك مع حنان، سمعتي ولا لا؟ طب أنا ما تغوت عليا، أنا ديك حنان ديالك راه هي اللي لاصقة فيا، صعب لك أنا اللي كنقلب عليها؟ مالك كتغوت ولا بغيتي دابا نرجع عندها نعاود لها داك الشيء اللي كان بيناتنا؟ نقول لها خلونا في الله راه كان قاضي حاجة، ها؟ كان يخرج معايا ومعك طاقة وحدة؟ اش بان لك؟ دابا كتهدديني ولا؟ حسن كتعرفني انا ما كنهددش، انا ما واحد النوع ديال العيالات اللي كنخرج فاس، كاين كاين ما كاينش ما كاينش، لا واقيلا هذيك خمس سنين ديال العشره اللي ضربتي معايا كلها ضربتيها في الزيرو ونسيتيها، صافي دابا بقيتي دجاجه بكمونه، دونتيست بوراقها، بقيتي ديك كوافور ما بقاش صلاح ليا، ماشي مستوايا ماشي قيمتي، راه غنفرق فيها الله يعاون العونات ياك؟ انا وحنان غادي نزوجوا على سنه الله ورسوله. انت خصك تمشي تقلبي لك على شي راجل واحد اخر، خصك تنسيني من حياتك مريم. بالزعطه بالزعطه اللي غتزوج بها انت، مالك عاد انت اللي غتزوج بها انت، شكون هاد خيتي هادي اللي غتاخذ؟ صحابك انا لاصقه راك باقي تقلب عليك وصافي، نسيتك خويتك من بالي حتى من قلبي، باي باي مطروده خي. الحمد لله سيد ربي حن عليا ولقيت سيد الرجاله اللي دخل دماغك مزيان، وقيلا انا اللي غنتزوج قبل منك. برات ماك فوق ليلتك تواضع شي شويه، شتي وليتي باغا تطير. صلاحين بدارك غزاله وكبيره من الداخل، من برا كتبان حقيره. شنو كديري اختي هنا؟ حتى انا اختي راه زوفري هنايا وساكن مع الجيران، وما بغاوش يبقى يقولوا هذا راه كيدخل ويخرج في الدريات. حرام عليك تقول لي هذه الهضره، دابا انا جايه عندك برجلي باش نطلب منك السماحه، انت قلبك كحل انت من ناقص سماحتك عليا ديال بصح. اجي اجي. واش عارفه ما عمر شي بنت تعاملت معايا بحالك؟ وصافي ما يكونش قلبك كحل، انا جايه عندك باش نطلب منك السماحه. انا نقول لك واحد الكلمه، انا منين نبان لك معصبه ما تدويش معايا، انا ملي كنكون معصبه ما كنعرفش شنو كنقول. دابا واش غتسامحني ولا لا؟ ودوك البايز ديالك ما تبقايش ديرهم معايا، كيما كنتعامل معاك تعاملي معايا. انا كنواعدك نولي نتعامل معاك مزيان، خاصك غير تسامحني. اخر مره؟ اخر مره واحده. جلس جلس كمل خدمتك، ديرني بحال ما كايناش. شنو كنتي كدير؟ كنت خدام في واحد لافيش عندي هنا. ديالاش؟ ديال الاشعار. آه. انا انفوغرافيست. تبارك الله عليك، يقول لي كدير داكشي ديال لي زانفيتاسيون ديال العراسات وداكشي. لي زانفيتاسيون درتهم يلاه بديت دخلت لهاد الشيء. تقولهاش ليا، تبارك الله عليك، شوف سبحان الله ما حسيت الصداع، كنت انا وصاحبتي انتي كنحماق عليها وكتحماق عليا بيانتو ان شاء الله، الله يسهل عليها غادا دير العرس، وقالت لي تعرفي لي شي واحد كيدير لي زانفيتاسيون، بيني وبينك كما كنعرف حتى شي واحد، شوف سبحان الله سيدي ربي كيبغيني يطيحك في طريقي. مرحبا. تبغي تصاوبهم اليوم؟ مرحبا، انا غير قولي لي لي بابي اللي بغاو ولي كولور والميساج اللي بغاو في الانفيتاسيون صايبوا لي. ومي انا رضا هذا
غير هادشي كامل ما غنقول لهم انا ما غيقولوا لي حتى اللي نقول لهم داكشي اللي غتقول لهم وداكشي اللي غيقولوا لي غادي نقول لك حتى ما غنفهم انا والو. اللهم غدا انا غادي نجي نديك نمشي عندهم نتلاقاو هي وخطيبه ونقول لهم اللي يقولوا لك مزيان اللي تهضرت على الفلوس اش بان ليك مشيو مشات كمل خدمتك ديرني بحال ما كيناش عندك شي ميت كان سيدي حسن بارك لاباس عليك سلام رضا صافا عاد لقيتيني جايه وكنطلب سيدي رضا كنقولوا انا مزوقه فيك ما ترداش ليا في وجهي حنان راه اختي وقفات عليا في العرس خصني نعاونها انت اللي غتصوب لها لي زانفيتاسيون قال لي كلمتك ما طيحش الله الا خدتك عليا ما شاغي وتا هو رضا تبارك الله عليه باينه في اختي الله يحفظك اختي انا قولوا لي غير لي بابي ولي كولور اللي بغيتو تصايبوا في بلانفيتاسيون الميساج وانا نصايب لك في الحقيقه انا ما كرهتش يكون فيه مشيو ديال البلو الحبيبه ديالي شتو كونسيب انا ديري البلو بعدي من البلو كاع واخا دخل عليا اي لون غادي يجي شويه غامق الزرق لون الخضر الصراحه انا كنت باغا ندير هاد لاكولو غير على ود ماشي غير حيت كيعجبو البلو وسمحوا لي لا لا كان كيعجب سيدي حسن ما عندي ما نقول انا نقول لك قول شي حاجه سيدي حسن لاباس عليك لاباس عليك العسيب ما خليتي لي ما نقول داكشي اللي قلتو هو اللي كاين وانت حنا ما عندنا ما نقول لكم اختاروا اللون اللي عجبكم وسيدي رضا الحبيبه ديالي صوب لكم اللي بغيتو كيفاش حبيبه الحبيبه ديالي وكبيده ديالي وعمري وسيدي غزال حتى كيقول لي ما تبقيش تقولي لي هاد الهضره هادي قدام الناس حيت كنحشم ولكن الحبيبه ديالي وقيلا نضل نمشيو حيت غتعطل على خدمتك ياك وانت حبيبه ديالي شوفي انت قرري اللي بغيتي انت وسيدي حسن وعيطي لي في اي وقت صاف يلا حبيبه ديالي خنوصل لك لانك غتعطل على الخدمه وغتبقى تنقرا عليا يلا ميرسي بوكو والله يا ودي ما تقوليش هذا الكلام حنا حنا خواتك يا حبيبتي يلا بسلام عليكم تشرفنا بيك واش علاش ملي كيكون كيما كتقولي لي حبيبه كيكونوا الناس ما تعرفش عليك اسم حبيبه عليك تعلي غوت عليك صافي ما بقيتش غادي نقولها لا زيد قدامي راه غتعطل على خدمتك زيد كنوصلك صوب لك ديزانفيتاسيون كيحمق وريها لي زانفيتاسيون اللي صوبتي ليها كان انا دو بروبوزيسيون هي الاولى زوينه بزاف 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 والثانيه تا هادي غزاله بزاف في الحقيقه تو في دو بون ترافاي راه قلت لك انا حبيت اش نقول لك واش انت هاد الخاتم الزواج هكا غتدخلي في وسط الضيافه حرفي قدام العادي والبادي كلشي تشفى فيه كوميم خصو براسلي خصو كوليي تراك عارفه عباد الله كيقبلوا على عروسه واش داخل عليها نهار العرس كوني هانيه حسن مسكين ما خلاني مخصوصه من حتى حاجه عطاني الفلوس ديال الذهب ديال لاستيليست وديال المكافه والخياطه ولا بغيتيني نتغدى مشيو عندها هاد المقرده الاخر دار الفلوس شتي ولا عايفه الرق وهادي لافونس ديال رضا صحتك اسيدي رزقك عيط لك لا لا يخطيكم عليا في حقك ولي الدنيا هانيه اختي ما كاين حتى شي مشكل وي كيفاش ساعد جوج حماق هذا لا 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 عندك تخليه يدخل عندي لا هذا صافي بغى يجبد لي الصداع صافي صافي قول لي يبقى انا خارجه عنده دغيا يلا سمحوا لي دو مينوت انا راجعه واخا حبيبتي خذي راحتك سمعتي اش قالت ما كانت كتهضر شاد كتعرفو ياك كتكون تعرفو ما عرفتش ملي وقع القضيه فائنه تبارك الله وصل عنده غزاله جيتي كتحمقي قلت لك هاد اللون غادي يجي معاك بصح ولكن انا بغيتك تقيسي لي التقشيطه ديال الحنه باش نشوف هذاك الخضر اللي اختارينه واش غادي يجي معاك ولا ما جاش معاك نديرو الديكرادي ديالو الحقيقه لا لي خدتك عليا مريم ما كنتش عارفه شنو غادي ندير بلا بيك وي حبيبتي ما تبقاش تقولي لي هاد الكلام انا وياك راه حنا خواتات صافي حبيبتي يلا سيري بدلي الزين ديالي سير شويه عليك لا طيحي تبارك الله تبارك الله عندك طيحي وي سادة علاش كتعيط ليا لا 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 عندك دوز عندي الكابينيت شوف عرفتي اش غنديرو غنتلاقاو في هذاك الكافي اللي في بولفار سكتاني مع الربعة وما تعاودش تعيط لي انا اللي غنعاود نعيط لك يلا بسلام
ديري عليك الصاحبة ابو حسن غزت فيك تتسرك على وحده دير عليك الصاحب هاي عدك واحد صغير اخر مره تعيطي لي في التليفون تفهمنا اجي 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 خويا لهنا انت كتحب لك انا كنعيط لك معشوقه فيك على سواد عيونك راه مرتك اخويا اللي بغات تصورتكم تكون في لاطاخ ديال العرس عيط لها قالت لك مشغوله عيطي الحبيب وحسن غادي يجيب لك التصاور ويكمل معاك العزله ديال لاطاخ عزلي الحلوه بوحدك انا غنمشي فحال اجي لهنا دخل دماغك واحد الحاجه هادشي راه كنديرو فوق من قلبي دون لوبليكاسيون ان شاء الله ناري ثاني هادشي كامل الله يعاون العونات ودابا تزيد قدامي خاتعزل الحلوه بلا ما تطلع لي الدم ها انت شوف هادي اموندا لايت هادي غوايه شوكولا بلون هادي غوايه شوكولا نواغ هادو ديال لاكريم ما عندك حتى ما دير بلاكريم كيضرب هادو دابا تي طاقتو اللي تهكا وسيترون غادي يعجبك الحال يلا دوك قول لي بدا لي بهاد اموندا لايت ما هو لايت حيت خفيفه شي شويه قال لك في المذاق ديالها يلا بسم الله زوينه ياك حلوه جباتك عاود دوق ليا هاد طاقتو ليتو سيترون كتعرفي مزيان ما عزيزش عليا سيترون وما فيها باس مره واحده في حياتك هبط الحموضه على قراجتك ولا صافي ولفتي الحلاوه دوق الا باغي تذوق ذوق وضحك ضحك زعما راه كنعزلوا الحلوه دعرس صحه والراحه كي جاتك غزاله زيدك هاد غويال شوكولا نواغ عرفتي كتحمق وخفيفه كتحس بها مرمله في فمك انا ما غندوش النهار كامل وانا كنديكيستي هنا فهاد لي طاقت ولا عندي ما نقدي وخصني نمشي داكشي اللي اختاريتي انا قبل الله يعاونك ولكن حسن حسن سمعني نقول لك حسن حنا ندير مع صاحبي هنا واش نجي مستع ولا بسفرفر دابا راك كتغوت عليا وكتخرج في عينك هي اللي خصك تخرج في عينها هي المرض ديال الكارما الله مازال ما ضربتني عليك النفس قلت نونو كحال عيون سيدي حسن ما يلستن عليه شي حد دابا هاد السينما كلها اللي انت صايره ديري فيها باش تقولي لي في الاخر هاد الهضره هادي على حنان شوف انا راه كندويش من فراغ انا هاد الهضره اللي بغيت نقول لك عليها هاد راه عندي ليها دلائل والبراهين والحجاج شوف سبحان الله العلي العظيم ربي كبير قهوه اللي صدمتيني فيها هي اللي غيصدمك فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم سيدي ربي الصدمه القويه شوف الاماره سميتو سعد راه انت امر البشر شفتو في الدنيا الله اكبر شكون هو هذا؟ حسن تلخ مني راك شكون هو هذا؟ شك فمك راني غنهرسو شكون هذا؟ حسن بركة هذا سعد مون كوزا اللي كنت قلت لك عليه جا من فرنسا باش حضرنا العرس فالي ابلي فالي ما بلي ما فيغتي صافتي لي بتي تكستو عباد الله اسمح لي اخويا اسمح لي اسمح لي على سلامتك شو ان بو ديبوردي اسمح لي سي با كاف شنو المشكل انت ليش كدير هنايا مع مريم؟ كنا حبيبه ديالي كنعزلوا لك الحليوه عرفتي بسلامتك انا نعزل لك شي حليوات بسلامتك علي غزالي انت حمق غادي يعجبوك يلا ملي طلعتوا انتم كتعرفوا بعضياتكم وفامينا الله يهيه تا ولا ما سلام عليكم انتم دخلوا لداخل انا جو فوغ جو فوغ جو لا 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 سيدي حسن فالا بغيت توصلني عندي طوموبيلتي تفضلوا باش باش تعجل انا امك غادي تقولي لي بشحال مقيومه هاد البرطيه هادي اللي تفاهمتي مع حنان عليها غادي نكتب لك شيك وغادي تخبري اي 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 على ود مقرد شتك وليتي تسني الشيكات اخويا كاع وليتي كتشتت بالفلوس نسيتي ياماتك ياما كتنخشي يدي في الطابليون جبد لك 50 درهم من 100 درهم ها دابا شبعتي فلوس الله خويا حتى الزهر قولي لي شحال تعود تشعل عليا وما تهز صوتك انا كنقول لك ولا بغيتي نطلع عاد نقول لها اش كاين ولا عيدي يدك يدك يلا برد شويه مريم انا مزوق فيك انا 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 تسلولي معك ها على الله انا غلطت في حقك وي انا غلطت معك انا كنت معاشر معك عشت معك واحد المده لكن سيدي ربي ما كتبش لينا نستمروا والله ما بغيناش نكملوا عباد الله نموت نمشي ننتحر انا لا اخويا ننتحر انا اللي نموت ها وما خممتيش ديك خمس سنين ديال العشره اللي قالتها كنصرف عليك ونوقلك ونشربك ونكسيك ونصبطك ما خممتيش فيها ملي قلتي لي باي باي يا حبيبتي الباب الحبابه سبحان الله سيدي ربي كتدخلوا على الوقت اللي كتبغيو تقولوا لوحده باي باي ها شنو مريم اش غنقول لك واحد الكلمه شتي بهاد الحاله اللي واقفه حتى قدامي وكترعب ومخلوع وما عارف ساسك من راسك ما حق الله العظيم الا عدفتيني فيك حتى باول مره كنشوفك بحال اول مره كنعرفك شتي انا كنقول لك دابا انا اللي ما بقيتش باغك انا اللي
كب حسن ياك هي في عيلك 5 سنين من عمري داعت وكاك غباطل انا نصرف عليك نوكل ونشرب ونكسي ونصبط وكنقول في الخريه كل شيء ديالي هذاك حبيبي هذاك راجل اي هي 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 لب حسن جيعان تحلوا لك العينين شبعتي درتي الفلوس دابا انتي على صفيه بقيتك او هي جيب لي الحاجه الزينه ياك وانا كنشري لي الحاجه ديال الجدريال كولي كيدير لي عاود اش بغيتي انت ما اللي اش كدير اش كدير اش بغيتي تحرق الدار واش انت شغلك اخويا داري هذه انا بغيت نشعل فيها العافيه ومشعل فراسي شاريه لي من فلوسك انا غير خفت عليك علاش تخاف عليا اصلا اش بيني وبينك انا ما خفتش عليك انت على من غنخاف دابا واش انت بغيتي تصطيني بعد مني اخويا بعد مني عرض الله بعد مني واه مريم اش بغيتي تجي بيا كنتي منيتي واش انت مصطي ولا فليب ولا طاريه فيك شي حاجه ولا مالك علاش بلاتي بلاتي عندك يسحب لك داكشي اللي طرا في الريستوره بصح لا ما ينحبك بلاتي غنوضح لك شي حوايج شي داكشي اللي درتو انا وياك في الريستو داكشي راه كنا كنمثلو بالعربيه التعرب درتك طريق باش نغدد الراجل اللي كنبغي شكون حسن صافي حسن خطيب لا ما خطيبهاش هذاك راه خونا تولي السيمانه وغادي يرجع ليا علاش انا مطمعاني علاش مخليني تابعك علاش اش طمعتك واش انا قد كنبغيك علاش مخليني سامح في خدمتي وفي كل شيء جاي عندك هنا هبيل باش نسمع في هذا الشيء اللي كتقولي لي ياك شوف الله يرحم باك دخل هاد الهضره اللي غنقولها لك على راسك شتي انا وياك راه عمرنا ما يمكن نتلاقاو شوف فريده شتي حتى كلك واخا تعجن وترجع لك رشمك ما كتدقش ليا ما دخلش ليا لدماغي ما دير شويه النفس الله يرضي عليك واه جريت عليك ما هي مره ما هي الف وانت ما باغيش تفهم حس الكرامه ما عندكش سير طلعتي لي في راسي او حبيبات ديالي وكبيده ديالي وعمري وسيدي غزالي فريستو داك الشراك حنا كنمثلو بالعربيه التعرب درتك الطريق باش نغدد الراجل اللي كنبغي شتي حتى كلك واخا تعجن وترجع لك رشمك ما كتدقش ليا ما دخلش ليا لدماغي دير شويه النفس الله يرضي عليك واه جريت عليك ما هي مره ما هي حس الكرامه ما عندكش يا سيدي يا هادي انت اللي جيتي مع السيد اللي دار الحادثة؟ هي انا سيدي مع الاسف دخل الكوما حبيبتي تقدر نشوفه دابا حاليا الزياره منوعه
ديما ديما ربي يشوف فيه ويشوف من حد. أمين ست، شكرا يا دكتور بليجس. الله يا ريت الله يا ريتكم يا ربي تولد أرجح جزوية في الوتي يا ربي أرجح جزوية. مريمو مريمو انا ما بقاوش عندنا الصبيغ ديال لي دين وديال الشعر باش غنخدموا للكليه اللي جاوا نقول لهم سيروا تترجعوا نوبه اخرى ها قدي اختي ملي كان قدي باش معطل ولا لا قدي باش معطل راه كنهضر معاك هاد الدريه واش حنا غنبقاو هنا مشومين ما عندنا لا برودوي لا والو ولا يا الهام انت مالك اختي شي ولات باغي تشادي معايا وليت انا وياك كلمه بكلمه وصافي ملي بالك انا طالع عليا الدم قلبي سته تعود ولا خطيت شي حاجه ولا بقيت قدامك صافي 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 انت تيا يا او بسم الله الرحمن الرحيم تحكي على الدبره شعرك غزال تبارك الله الحمد لله اللي كنغسلو لك اسيك كل مره اللي تفيق شعر الله غتجي عندي للصالون ولا اللي غنقطعو لك بيدي عارفه تقلقتي عليا اليوم حتى طلت عليك ولكن راه تسني تخرجت ماماك واختك عرفتيني كنحشم شي شويه وما بغاش المشاكل تا تفيق ان شاء الله وعرفني عليهم ياك لون وفن شعرك لونو كيعجبني ولكن ان شاء الله من بعد ونقطعو لك شي تقطيعه هكا صغيره مريم اهلا شكرا كنت دايزة نحدا الصالون ودخل زمان سلم عليك تعاودت لي الهام داكشي اللي طرا الرياضه دابا امتى يقدر يفيق نترجى والله ربي كبير مريم غير سمحي لي يا حبيبه ما وقفتش معاك في هاد المحنه اللي انت فيها واخا انت دائما كنتي واقفه معايا فاش كنحتاجك انا ما تقوليش هكاك انت اللي خصك تسمحي لي انت باقا عروسه جديده ولا كتوجدي اش من عروسه ما في خبرك شنو حسن انا توتاني لو تا لا ديرنيغ مينوت وتحشمنا مع العائله والناس علاش عرفتي انا كنت خارجه نشرب قهوه الا شربي معايا قهوه عاودي ليش بصح انا خصني نسي ايوا عاودي لي قولي لي كيفاش ايوا عقلتي على مون كوزان سعد عقلت عليك سعد كان خاطر لي شحال هاد قلت انا قلت بلا ما نقولها لحسن حيت من العائله وخالتي ما كتخرجش من عندنا من الدار ايوا فاش عاقبينا حسن ما عجبوش الحال وصحابو انا كنتفلى عليه دابا في الصراحه سعد مون كوزان كان دائما طامع في حسن غادي يتفارق معايا شي نهار وغادي نتزوج بيه هنايا كنت انا درت معاه باش نفهمك كون انا كنبغي حسن غادي نتزوج بيه غادي نكمل مع حياتي هاد حسن وقف علينا كنتابعنا ايوا صحابو انا كنخونو كبر الموضوع اكثر من القياس قسما بالله مريمي ما خنتوش ما نقدرش نخون حسن انا شنو شوفي نقولك واحد الحاجه حسن راه كيبغيك تاكدي من هاد القضيه وراه ما كيبغيش شي وحده من غيرك انت ما عرفتش حيت ملي كنت كنشوف رضا كيفاش كيبغيك كنت كنقول واش كيبغيني حسن بديك الطريقه ولا لا كنت كنحسدك انت كتحسديني انا على رضا واي اللي تنتي كنت كنحسدك على كيفاش كيشوف فيك على كيفاش كيهضر معاك وعلى كيفاش كيبغيك وهذاك هو لو فري امو ان شاء الله غادي يبرا ويرجع لك انت ان شاء الله غادي يرجع لك حسن شوفي راه ما غتكوني انت ليلي ان شاء الله يلا حبيبتي شكرا على الزياره حنان صلي لي فراسك اختي دابا نطمن عليك بالتليفون Thank you.
ربي السلام يا ربي السلام. صباح الخير. صباح الخير حبيبه. مالك شنو بغيتي؟ عرفتي ما خليت فين قلبت عليك، عرفت راسي غنلقاك هنا. واش دابا انت عشت معاك انا واحد المده من حياتي غتولي تبعني حياتي كلها؟ جيت ندوي معاك وبغيتك تسمعني. يلا دوي انا كنسمعك. يلا سربي. تفارقتي مع حنان؟ يا كان شي اللي كنتي كتقلبي عليه انت وصلتي ليه، دابا جايه كتشفي فيا ياك؟ لا كون بغيت نتشفى فكنت شفيت في التيسع من جيت لعندك. دابا انا بغيت نهضر معاك وبغيتك تسمعني. حنان ما خانتكش عمرها، ما كتخونك وكتبغيك واخا بيني وبينك انت راه ما فيك ما يتبغى حتى واحد خاينه اناني دماج انا عرفتها معطله. حياتي كلها وانا معاك مريم، ما عمرني قدرت نفهمك اقسم لك بالله. دابا هذه اخر حاجه انا كنت كنتوقع انك تجي انت كدافع على حنان. كندافعش عليها، انا كنحيد واحد التقليد على كتافي. شفت شي كلشي اللي شفتيه قدام عيني كلشي سمعتيه انا اللي درته، انا اللي درته وما خايفاش منك وتنقولها لك وتنعاودها لك. وما كندافعش عليها، كنقول كلام الحق حيت هي ما دارت ليا والو، الحساب بيني وبينك. وقضيه انك حتى عمرك ما فهمتيني حيت عمرك ما حسيتي بيا سهله. سي ترو طار مريم، سي فريمون ترو طار. جاي كدافعي عليها دابا. حنان مشات. عطي واحد الحاجه ما بغيتيش تفهمها نتايا، ما حدنا عايشين في الدنيا وحنا كنتنفسوا. ان جامي ترو طار، ادور في دماغك مزيان وفكر في هذا الكلام اللي قلت لك. رولا بو حسن. الله يرحم لك الوالدين. عفاك غير داك السيد اللي كان الشومبر واحد فين مشى؟ علاش ما قالوها ليكش؟ الله يغفر لك. ما تخافيش راه قالوها لمو اختو فاق على سلامته. الحمد لله. الله يسلمك اختي. ونجيك فين هو دابا؟ هبطوا يدير شي تحاليل حيت اليوم ان شاء الله غادي يخرج. الله يحفظك السر اختي. كيبقى ما نقدرش نفعك، يمكن لك تمشي عند الدكتور ديالو راه البيرو الاول على اليمين. شكرا اختي. الله يرحم لك الوالدين. الله يبشرك بالخير اختي. شكرا. Oui, entrez. Je peux te dire, Naya. Alhamdulillah, Rida, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. واخا دكتور دابا انا من الناس اللي عرف هذيك 6 شهور الاخرى، ولكن علاقتي بيه كانت يعني كان قريب ليا وكانت قريبه ليه بزاف. واش نقدرت انا نكون من دوك الناس اللي غادي ينسى؟ ما نقدرش نجاوبك. انت شكون اللي غيجاوبني يا دكتور دابا؟ رضا بنفسه ان شاء الله. دكتور الله يحشمنا. شكرا دكتور، الله يجازيك بخير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وينجيك اسيدي. شكرا، نهارك مبروك ابو ليه. بليس دو سانتي كتعرفي بلي انا ما نقدرش نمشي عند شي دونتيست اخرى من غيرك انت. واخ تفضل اسيدي. اش كدير؟ ما عمرك تحيدي هاد الختم من صباحك. حنان انا جو با فيفو سونطو امبوسيبل، وراه خصنا الشهر الجاي نبروغراميو لو مارياج ديالنا. جدام زيد اوليدي زيد. مرحبا بك في دارك. قلتيش
كنتي ساكن هنا؟ هي الدار امي ما غريباش عليا، ممكن نقدر نكون عشت هنا. ايوا شنو قال الطبيب؟ قال لك غير بشويه بشويه حتى تفكر كل شيء. اللي تفكرتيها هو هذاك، واللي ما تفكرتيهاش لا يقلب ولا يشقلب بها. بسم الله عليك وليدي، انت في على الله. انا ملي تفكرت ميمتي واختي هذيك هي الدنيا وما فيها. الله يرضي عليك وليدي، سير ترتاح، راك باقي شويه عيان، هل بيد ديالك على اليمين، اختك راها خملاته. سلامتك. الله يخليك ليا ميمتي. الله يرضي عليك. الحمد لله يا ربي. حقا ما حقا شي حاجات نسيتهم، شي حاجات باقي نفكرهم. انا راه كنشوف في الافلام ديال الاذاعه البطل ملي كينسى الذاكره كينسى كلشي، ما كيبقاش عاقل على شي حاجه وشي حاجه لا. طنز كي داير؟ انت عاقله لك شويه ولا والو؟ حتى انا نساني اش غيعقل عليا؟ هذا الحب قالت لك. هذا راه ماشي الحب، هذا راه 6 دريال ديال الحمص، هاكا 6 دريال محطوطين ديال الحمص، ما كاين لا حب لا والو. بنت خويتي سيري عنده فاس، سيري جيه فاس وقولي ليه انا كنت معاه، قولي ليه لا فيريتي، خرجي من رونتك صافي. ولي 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 فاش كان كنت معاه؟ واش تصطيتي ولا مالك؟ راه انت اللي تصطيتي ماشي انا اللي حماقيت، راه كلشي عارف كنتي معاه، كلشي الدنيا كلها منهم راه كنتي معاه، على ملي كنتي كدوري به في المصحات وفي الكلينيك هذيك الساعه كنعقل عليك، ودابا ملي مرض عقلت على خويتي وعلى ميمتي. هي لا مصيبك احلى مع هادي طالية تيرها اللي بغى يبقى يعاود لك. شتي انا واخا نبقى نعاود لي قصه حياتي من هنا للعام الجاي ومحال يعقل عليا، وبيني وبينك دار سيدي ربي الخير ملي ما عقلش عليا ما كون عقل عليك وبقى جني تخرجوا عينيا. ولي على من الخير، واش تهبيله ولا مالك؟ واش ندب حناك وندب رجليا؟ وسيري عنده، سيري واجهيه، سيري عنده فاس وقولي لي هاش كاين، وكنت انا اللي كنديك للسبيطار وحق ما حق انت بغاك غير نهار اللي كنتي كتخيطي بيطي انت وياه هنا في الزناقي، حتى نمركم الناس وليتي معاه مشوهه. تتصدت ولا ما ولا حلم عن شوها ويلي الهام. مشوها مالك تكذبي؟ شوفي غتمشي عنده ولا غادي نضربك بواحد الشطابه مريم، راه طلعتي لي في راسي. لا تعالي دابا نيت، مالك تتسناي تمشي لعندو؟ اجي دابا نيت اختي. والله الا تعالي بغا يعاود لك الهضره، مصيبك احلم عاد. نوضي اختي سيري جيبي لي قهوه، ضريتيني في راسي. يلا ناري شاري يا فلوس القهوه غنمشي نساهم. راك حالك قدامك، هزي سيري جيبي لينا قهوه. الله على صحيبتي مسكينه، انت شتي نهار العيد نهار تكون عندك الروسيطه طالعه غير كشطوك، هزي لاكيس هاي تيقي فيا انا. مصيبه بلاني بها ربي، وبعتي تما سربي راسك راه باغي نسدو. اخ الله يا رب، الله كارثه بلاني بها مولانا، كي غندير ليها؟ ويلي على كنتي كلشي عارفك معاه. كتعرفين ياك شناهو؟ علاش اخويا ان شاء الله غنعرفك شكون انت؟ عفاك اختي مني ما كتعرفينيش، انا غير خرجت نقلب على شي صالون هنا بغي نحسن شعري. صالون؟ انت ما تمشينيش، انا غدور عليه من الصالون الاول تما غيحسنولك وغادي يسمسقوك. شكرا الله يحفظك. هانياتهم وبربي تعاقل تخينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمحي لي كنت باغي نقص من شعري وقال لي الصالون ديال العيالات، تسمحي لي؟ لا 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 عندك الحق، هو كان ديال العيالات، ولكن انا دابا كنفكر ان شاء الله الرحمن الرحيم نغدو ديال الرجال، بيني وبينك العيالات فيهم غا صداع. شنو بغيتي دير؟ بغيتي نقص من شعري. واخا واخا اجي بعدا نغسل لك شعرك ولا واش؟ واخا تفضلي. دير شامبوان زوينة. ريحة الخزامة اللي عجبتك المرة الجاية ملي ترجع عند ناس سيدي غادي تلقى لهم جدالك شامبوان واحد اخر نفس لا مارك. شحال تحس بيه ليا؟ لا لا يا ودي انت دابا وليتي كليان ديالنا، المرة الجاية ملي غادي تجي عاد غادي تخلص. عندي لك سيدي فابور هاد المرة، جاتك تقضيها غزالة، ديجا شعرك زوين. شكرا اختي ما خليتي ليا ما نقول، زوينة وظريفة. اش بان لك الا عرفتك؟